معتصمين بقى لنا كام يوم. القصه من الاول بس بالراحه. القصه من الاول اعتصام للشهداء والمصابين بدا في مسبيرو انتهت بالمسرحيه اللي اتعملت قدام مسرح البالون وامتدت لحد هنا. وحتى القصه القديمه انا عارف انا عايز بالظبط كده القصه بتحصل النهارده بنفس السيناريو. بنفس السيناريو بيحصل هو هو شويه بطاريه بييجوا بيعتدوا على الناس المعتصمين في قلب الميدان. اهو اتفضل الوضع. صوروا وقولوا الصوار بيضربوا الضد عشان كده الصوار بيضربوا. على طول بقول لك
هو لو الصح ما يخافش من حاجه، هو اندبر موضوع والعادي معاه. بس انا بس والله هيك خلاص والله اه يقول لك انا خسرت كذا والله بعد كذا. كانت ده نفس عندنا ما في الجيش كانوا بيتكلموا عليه.